مفاجأة مش كده؟ أنت كنت زميل ملعب، كنت كابتني، مع بعض صنعنا مجد غير مسبوق لفرنسا، لكن ما كنتش أتوقع أبداً إنك تكون مدرب ظالم مع واحد زي كريم بالشكل ده. مش قادر أفهم إزاي إحنا في 2020 ولسه في ناس بتشكك في قيمة بنزيمة. طب أنا فرنسي زيه ومن أصل جزائري زيه وبجامله يا سيدي، خلينا نحط الفرضية دي. هل مورينيو كان بيجامله؟ أنشيلوتي كان بيجامله؟ بينيتيز كان بيجامله؟ بليغريني كان بيجامله؟ حتى أنت يا ديشامب، أنت أكتر واحد عارف ومتيقن إن بنزيما أهم لاعب في منتخب فرنسا قبل ما تركع للتعليمات اللي جايالك من فوق وتستبعده للأبد. بنزيما ما يتحطش في مقارنة مع حد، لا مع جيرو ولا مع غير جيرو. هتلاقي فين مهاجم قادر يصنع لريال مدريد 133 جول، وفوق كل ده هو الهداف التاريخي السادس لريال مدريد، فاضل له جول واحد بس ويعادل بوشكش، وساعتها مش هيبقى في حد أكتر منه غير رونالدو وراؤول ودي ستيفانو وسانتيانا. بنزيما أسطورة، لاعب مش هيخزلك، هيأدي دايما في أي دور ومع أي لعيبة. لما ريال مدريد باع أوزيل الناس حطوا إيدهم على قلبهم، قالوا إزاي ريال مدريد هيلعب من غير صانع لعب؟ لكن بنزيما كان موجود عشان يقوم بالدور ده ويكون أهم ضلع تكتيكي في البي بي سي. ولما رونالدو راح يوفنتوس بنزيما انفجر، ومعدلاته التهديفية بقت قد رونالدو ذات نفسه من ساعة ما ساب ريال مدريد. قائد بيلم اللعيبة الشباب حواليه وينصحهم ويشيل من عليهم الضغط، متواضع عمره ما تنطط على حد من زمايله أو مدربينه، ملتزم وبيسمع الكلام وبينفذ التعليمات، مضحي مرضيش يعمل عملية في صباعه المكسور وشد عليه شاشة وكمل بيه عشان ريال مدريد كان محتاجه، وفي عمره ما لوى دراع الإدارة في أي تجديد ولا لوح بأي عرض جايله من أندية تانية، حتى وهو في أسوأ حالاته وأقل مواسمه قادر ينتفض وينتشل للفريق زي ما عمل في نهائي كأس العالم للأندية 2016 وأنقذ ريال مدريد من فضيحة، وزي ما عمل في نص نهائي دوري الأبطال 2017 تلاعب بافتوات أتلتيكو كأنهم عيال صغيرة. قالوا عليه بيختفي في المباريات الكبيرة وإن زمايله بيشيلوه. طب هو مين اللي أنقذنا قدام بايرن في 2018؟ مين اللي لعب مباراة العمر قدام ليفربول وعمل كل حاجة في الكورة؟ أفضل المدافعين ركعوا قدامه وأعظم المهاجمين انبهروا بفنياته. يا ديشامب بطل تحب وتكره عشان بمزاجك أو غصب عنك بنزيما لعب تاريخي. عايز تعتبره مهاجم، عايز تعتبره صانع لعب، براحتك، لكن كل حاجة بتنصفه، مدربينه وزمايله وأرقامه الفردية وإنجازاته الجماعية. أنا عارف إن الإفيه جميل وبيضحك والترند بيسوق الناس، لكن هو إيه الفرق بين المدرب والمشجع في الحالة دي؟ المدرب مش بيحب ويكره، المدرب مش بيشوف بقلبه ومش بتحركه مشاعره، المدرب عايز يكسب، وأي مدرب عاقل هيحب بنزيما يكون في فرقته. فكهم يا كريم وخليهم يمشوا وما تعمل لهمش حاجة، هم خلاص اتعلموا الدرس. وإنت يا ديشامب اقعد لوحدك وراجع كلامي وافتكر كويس قوي إن مش الألقاب والبطولات هي اللي بتخلينا أساطير، لأ، المواقف الشجاعة هي اللي كفيلة بحفظ أسمائنا للأبد.